دشن ناشط بيئي لبناني يدعى زياد أبي شاكر مبادرة مبتكرة تهدف إلى إعادة تدوير زجاجات المشروبات الفارغة إلى أعمال فنية جميلة سعيا للحفاظ على البيئة. واستهل زياد الذي يعمل مهندسا متخصصا في التطبيقات الصناعية مبادرته قبل عامين، حيث اتفق مع مصنع لإنتاج الزجاج على إعادة صهر الزجاج الملون ثم تحويله إلى أكواب ومصابيح للإضاءة وغيرها من مستلزمات تزيين المنازل. هدفنا التقني، أول هدف تقني نحن عنا إياه كمجموعة بتبني مصانع لمعالجة النفايات، هو إنه نلاقي منفذ للإزاز الأخضر اللي الناس بتكبه بالنفايات اللي بتجي على المعامل تبعنا. يعني اليوم نحن بضل فينا نقول إنه نحن ما بنكب شيء حتى الإزاز الأخضر يتم إعادة تدويره. اللي مبين من هالحملة إنه الناس حبوا كتير هالديزاين. وتكليلا لجهوده حظي زياد بدعم منظمات مهتمة بحماية البيئة، إذ عملت على إمداده بالأفكار وبعض من الآلات اللازمة، كما انضم إلى مبادرته مصممون شباب لمساعدته. نحن كان على طول براسنا انه نفكر ببروجكت هو كمان يكون ايكولوجيكال، فديجا كان زياد هو جايب اوراق ريسايكلد يعني، ونحن فكرنا ببوكس تساعد كل القياسات، عرفت؟ لانه كل ما زدت انواع بوكسز كل ما مكانات صاروا يشتغلوا، كل ما كان في صرف اكثر للانرجي، كل ما كنت عم تاذي البيئه. فكرنا ببوكس واحد بيساعدهم كلهم، وما طبعنا على البوكس كمان حتى نخفف تكنيكال برودكشن يعني، طبعناهم على ستيكرز بيقدر يلزقهم على كل شيء بيقدر هو يعمله، وون كولر كمان على الستيكرز لانه كل ما تقللي انكس كل ما كمان تكوني عم بتقللي صرف لشيء بيأذي البيئه. وعقد القائمون على المبادرة اتفاقا مع أحد المطاعم الراقية في بيروت لعرض تلك المنتجات الفنية الزجاجية المعاد تدويرها، وقد لاقت إقبالا جيدا من الجمهور. ويخصص عائد بيع هذه المنتجات لدعم العاملين في حرفة نفخ الزجاج في لبنان. محمد الجبالي، رويترز.